سلام يا حلوين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ وصلنا هذا لاخر تشابتر بهيدي الماده، ماده الانيمال هيستولوجي اللي هو تشابتر 8. اوكي، بيحكي لنا عن النيرفس تيشو. مثل العاده حنبلش بانترودكشن. من شو مؤلف النيرفس تيشو؟ مؤلف من سيلز او نيرفس سيستم، يعني مؤلف من تو تايبس اوف سيلز يلي هن بنسميهم نيورونز يلي هن النيرف سيلز بلس عندنا كمان الجليال سيلز. اوكي، فاذا تو تايبس نيورونز اند جليال سيلز بلس بلاد كابيلاريز. اوكي، يلي هن البلاد فاسلز. هلا هيدا النيرفس سيستم ينقسم لتو سيستمز، السي ان اس سنترال نيرفس سيستم، وبي ان اس بيريفيرال نيرفس سيستم. هلا سنترال نيرفس سيستم اسمه سنترال، يعني هو المركزي. المركز يعني هو شو؟ هو حيعمل كنترول لباقي الجسم. فاذا ات كنترولز ذا بودي فانكشنز او اكتيفيتيز حتى. اوكي، من شو مؤلف هذا السي ان اس؟ مؤلف من البرين والسباينال كورد. البرين از بروتكتد باي ذا سكال، يعني البرين هو محمي بالجمجمه. spinal cord is protected by the vertebra اللي هو العمود الفقري او الفقرات اللي على العمود الفقري. اوكي، البي ان اس مش مؤلف، مؤلف من النيرفز اللي هن البريفيرال نيرفز، السباينال نيرفز، كرانيال نيرفز، بلس جانجليا. حنشوفهم بعد شوي، رح نحكي عنهم بالتفصيل. اوكي، بي ان اس هو مثل انه دوره يعمل ريسبشن لهذا الشيء، او انه بيطلع يعني مثلا بيبعت الرساله للسيمولس لعند البرين، والبرين جا بعت له سيمولس باي ذا بي اس يعني لعند الافكتر اورجان. فاذا شو وظيفه النيرف سيستم من خلال كل هودي؟ نستنتج انه هو عنده ثلاث وظائف مهمين. اول شيء سنسوري فانكشن، عنده سنسوري فانكشن. شو يعني؟ يعني انا مثلا اشهر اكزامبل، اذا انا مثلا ضربت ايدي بابره، اوكي، انا بحس بالوجع، صار عندي هون ميكانيكال او بريشر، يعني هذا البريشر الميكانيكال الستريس صار عندي، تحول لستيمولس مشي بالنيرف سيستم بالبي ان اس لعند السي ان اس، اترجم بالسي ان اس، يعني عمل له انتجريشن او انتربريتيشن. اوكي، يعني ترجموا، عرفوا شو هذا الشيء اللي وصلون، رجعوا عملوا شو ريسبونس عليه. هذا الريسبونس بيروح عبر الموتر، فبيصير عنده هو سنسوري، يعني مسك الستيمولس تلقاها، انتجريتيف فانكشن يعني ترجمها لهيدي الستيمولس، حللها وعطى ريسبونس عليها، عمل ريسبونس بنسميها موتور فانكشن. اوكي، يلي هو شو؟ انه شيل ايدي، قال السباينال كورد انه شيل ايدك. طبعا البرين بيجي بيدخل بيشوفوا، يعني هو عادة الانفولنتري ريسبونس بيكونوا باي سباينال كورد، بس انه يعني البرين كمان له خصه اكيد، يعني من برا بيشوف شو عم يصير، بيراقب الوضع. هلا حنحكي اول شيء عن السنترال نيرف سيستم. السنترال نيرف سيستم الف لنا من البرين والسباينال كورد. شو في بقلبه؟ بنلاقي بقلبه النيورونز او اللي هن النيرف سيلز، وفي عنده اكستنشنز طبعا، وعندنا الجليال سيلز، حنحكي عنه بالتفصيل. اوكي، هلا اما حنبلش اول شيء بالنيرف سيلز يلي هن النيورونز. شو خصائص هدول النيورونز؟ خليني احكي لكم اول شيء، نحكي هون بعدين بنروح على السلايد الثاني. They are the functional unit او هن structural unit حتى للنيرف سيستم، يعني هن من وراهم بيتكون عند النيرف سيستم. اوكي، هن البيج بوس، هن الاكسايتابل، هن يلي بتنتقل الاكشن بوتنشال او اللي هي نيرف امبلس عليهم. اوكي، مش من الجليال سيلز، جليال سيلز دورهم شيء ثاني. They are highly specialized، فإذا لأنه هن كتير specialized، كتير differentiated، ما بيقدروا يتكاتروا، يعني they are not able to divide. أوكي، شو عندهم properties؟ أول property they are allowed to إنها هي excitation، يعني بنعملهم excitation. يعني أنا مثلا قلت لكم مثلا نفس الإكزامبل، ضربت إيدي على إبرة، نعمل excitation هون لستيمولس by a neuron. عندهم تاني property اللي هي conductive، هون عم أحكي كوندكتيف، فإذا تمشي هيدي الستيمولس عبر النيورون بتروح لوين؟ عند السي ان اس. بس راح عند السي ان اس، السي ان اس بيعمل انتجريشن، بيرجع بيبعت مسج تانية انه مثلا شيل ايدك. لما شلت ايدي عمليا شو صار؟ اجت المسج من النيورون على المصل تعيد ايدي لحتى حركها وشيلها. فإذا كمان صار عندهم هني كوميونيكيشن وذ اذر سيلز، اللي هن مين؟ المصل سيلز، هم بهالاكزامبل عم احكي. اوكي، هلا قبل ما نحكي هون عن يلا تعال نحكي، ات از ميد اب اوف شو؟ قلنا عندهم ثلاث بارتس. اول بارت اللي هو سيل بادي، اوكي، البادي تعوله هلا بنشوف على الصوره، وعندنا دندرايتس وعندنا الاكزم. اوكي، فاذا ثلاثه بارتس. في نوت هون انه احنا عندنا هلا بحكي على الصوره فرد مره، نجي لهذا الفيجر. طلعوا هون اللي هون الاكستنشنز يلي شايفينهم، هودي هن الدندرايتس. اوكي، مثل ما شايفين، شو تعالوا نستنتج من الصوره خصائصهم. اول شيء هن they are highly branched، عندهم ramification يعني كتير كتير متشعبين. اوكي، هلا هون لانه ما مبينين بالصوره فرسان تركوني هون، انا هود البيض هون هن بنسميهم dendritic spines،
شيء ندرت اكسبوينز، يعني هن هو بيعملوا له اتاتشمنت لهيدا النيورون على الاورجن مثلا. اوكي هلا لانه من ورا هيدا دندرت اكسبوينز بتصير شكلها، يعني خصائص الدندرايتس انه هن عندهم irregular سيرفيس. اوكي فاذا هو هن دندرايتس دي ار عندهم كثير ramifications، they are highly branched، هن thick عادة بيكونوا thicker than the axon، يعني the axon بيكون أرفع منهم. أوكي نجي للسال بادي حتى أرجع أقارن لكم دندرايتس. السال بادي فيه نيوكليس مثل ما شايفين هيدي الزرقاء بالنص، فيه عند اليوجوال أورجانيز، في عندها كتير ميتوكوندريا، عندها الاس اي ار، عندها فري راي، هلا عندها نفس الباديز. نفس الباديز هن عبارة عن فري رايبوزومز بلس الار اي ار سيستيرني. اوكي هذا هو النسل بادي، وعندها جولجي اباراتس عادي واضح، الجولجي اباراتس مبين يعني ظاهر ديفلوبت. يعني عندها سايتوسكلتون مؤلف من ثلاث اشياء، مؤلف من مايكرو تيوبيولز يلي مهم نحن شو وظيفه السايتوسكلتون، يعمل لي الشكل، يعمل ديترمينيشن لشكل الخليه، شيب اوف ذا سيل، صح ولا لا؟ فاذا عندها ويل اورجانيزد سايتوسكلتون مؤلف من مايكرو تيوبيولز، مؤلف من مايكرو فيلامنتس، ومؤلف من نيورو فيلامنتس. اوكي هلا هون بيكونوا عاده فيو نيورو فيلامنتس، اكثر شيء نيورو فيلامنتس موجودين بالاكسون، فاذا النيورو فيلامنتس موجودين بالاكسون اكثر من السيل بادي. بالدندرايتس ما بقى نيورو فيلامنتس، لقيتكم شو الفرق؟ الدندرايتس ما عندهم نيورو فيلامنتس وما عندهم جولجي، والاكسون كمان ما عندها جولجي بس اكيد عندها نيورو فيلامنتس. هلا بعدنا ايلين ما عندها جولجي هون وما عندها السيل بادي. اوكي بالنص بالسيل بادي عندنا كل شيء. اوكي عادة نحن هون الأكسون مش هون نبلش من هون وطالعة، هيدي مطرح ما نبلش هي الأوريجن تبعو الأول ما نبلش أرايزز، هي بنسميها الأكسون هيلوك أو بنسميها إمبلانتيشن كون. ليش إمبلانتيشن كون؟ أنا شكلها مثل الكون، ليكو كيف بتجي هيك مثل طربوش. أوكي وهي طالعة الأكسون منه، فكرمال هيك بنسميها إمبلانتيشن كون أو بنسميها الأكسون هيلوك. أوكي هيدا السيجمنت اللي هون أول سيجمنت من بعد الأكسون هيلوك بنسميه تحت الأكسون هيلوك، يعني بنسميه الإنيشال سيجمنت، في بقلبه مايكرو تيوبيولز وفي بقلبه مايكرو فيلامنتس. اوكي عطول الاكسون هذا اللي بنسميه المين سيجمنت بيكون في بقلبه مايكرو تيوبيولز ومايكرو فيلامنتس، في زياده عليه النيورو فيلامنتس، معبى النيورو فيلامنتس. لانه ليش؟ لانه الاكسون مطرح ما حتمشي الاكشن بوتنشال حتمشي على الاكسون. اوكي هلا شايفين هود الزرق، هود الهيك سيجمنتس بيجوا مقطعين، هود عباره عن مايلين. المايلين هو عباره عن شيء ليبيد، هو انسوليتر، حنرجع نمرق عليهم بس هلا عم مرقهم حتى شوي انه تتعودوا عليهم. المايلين هو عباره عن انسوليتر سبستنس، هو ليبو بروتين بيخلي النيرف امبلس شو تعمل؟ لانه هو انسوليتر يعني بيمنع الكهرباء تمرق، فشو بتعمل الكهرباء؟ بتصير بتنطنط من هون لهون. هاي النطنطه هي بتسرع لي انا شو ان النيرف امبلس، بتخلي تسرع الفيلوسيتي الاله فبتوصل اسرع. اوكي؟ هلا هود الزرق شو بنسميهم؟ هود بنسميهم نحن نودز، انتر نودز. اوكي؟ يلي بيناتهم بسميه انا نود اوف رانفيير، هودي البيانات هون مساحات يلي ما فيهم مايلين مطرح ما حتنطنط الاكشن بوتنشال. اوكي بنسميهم روند نود اوف رانفيير. طيب حكينا عن الاكسن هولك، حكينا عن السيل بادي، دندرايتس، دندريتك سباينز. اوكي بعد في هون اخر شيء تيرمينال اربرايزيشن يلي هن على اخر شيء. هون في عنا كتير هيك فاين برانشز، يعني ثن برانشز. هون على اخرته في عنا النيورو ترانسميترز يلي هن حيفوتوا بالساينبس اللي حينفرزوا حتى يعملوا الاكسايتيشن او انهبيشن حسب شو نوع النيورو ترانسميتر اللي نزل، وعلى اساسه بتكفي الاكشن بوتنشال او تنقطع. اوكي هلا ممكن لاقي انا على الاكسن شوي هيك برانشز، طب هو مش اكسن تاني برانشز عم اقول، بنسميه كولاترال برانشز. اوكي هاي بالنسبه لكل الستركتشر، هات لشوف اذا نسينا شيء، بس هيدا هو بعتقد. تعال نحكي على السيل بادي من جديد. فاذا السيل بادي هو لوكيتد ان ذا سي ان اس، اوكي نسينا نقول انه هو عاده السيل بادي تاع النيورونز معظمهم للنيورونز بتكون السيل بادي تاعته وين لوكيتد؟ بالسي ان اس. بالبرافي رح يكون في الاكسن تاعيتهم بس صراحه. اوكي معظمهم عم احكي مش كلهم. they have various shape، يعني ممكن يكونوا اوفر، ممكن يكونوا سيركيولر، سفيريكال، بيراميدال، عندهم يعني مشكلين حسب نوع النيورون. اوكي وحسب شو الفانكشن له. Most neurons have the middle of the soma. Soma اللي هي ذات السيل بادي. اوكي السيل بادي بنسميها soma او بنسميها حتى pericardium. في لها ثلاث اسماء يعني. في عندهم large spherical nucleus قلناها، عندهم nucleus بالنص، وفي بقلبها nucleolus. في عندها dense nucleolus. اوكي. Prominent Golgi apparatus يعني هو developed مبين واضح ظاهر، وعندها many mitochondria اكيد.
لانه بده تشغل النيرف يعني ما دائما شغال. احنا هلا انا عم احكي شغال النيرف سيستم، انا عم فكر شغال النيرف سيستم، اوكي عم يعمل لي كنترول لكل البادي. لانه اورجانيز سايتوسكلتون قلناها في بقلب شو قلنا، في اكتين فيلامنتس، في ماكرو تيوبولز، وفي بقلبه النيورو فيلامنتس. اوكي وعاده النيورو فيلامنتس كانت بتكون هون هو اباندنت ان ذا اكسون اكثر من السيل بادي. في بقلب اس اي ار، في بقلب نفس الباديز اللي حكينا عنهم. دندرايتس، نجي للدندرايتس. اول شيء they are expansions for the cell body، يعني ما تفكروا انه هن جايين ماشي معلق عليهم، لا هن expansions يعني ليكو كيف. يعني هيدي وينية، هيدي هودي الدندرايتس عبارة عادي cell بس مكفاية وطالع منها extensions. اوكي مش انه مقطوعة هون، يعني هيدا البارت كله covered by plasma membrane. حتى الدندرايتس اوكي covered by plasma membrane، بنسميه صار سوري مش صار كلما بنسميه ال الأكزوليما، الأكزوليما. خلصنا هون احنا. اوكي هون دندرايتس كنا عم نحكي عن دندرايتس. اوكي they are expansions of for the cell body. الفانكشن تبعهم شو؟ يعملوا ريسبشن او يعني يعملوا يعني يتلقوا نيرف امبلس. قلت لكم مثلا نفس الاكزامبل اللي احنا حنضل نعطيه، ضربت ايدي على دبوس او على شيء ابره، هيدي الضربه الدندرايتس هن حيتلقوا شو المسج اللي هو البريشر ميكانيكال ستيمولس. اوكي هن حيتلقوها دندرايتس. They are not marinated، اكيد نحن قلنا ممكن يكونوا marinated هن بس الاكسون. دندرايتس مستحيل اكسون، مستحيل لاقي دندرايتي marinated. اوكي they don't have Golgi nor neurofilaments قلناهم. Mostly they are short and thick كما قلناها. هيدي varies in shape، يعني ما عندهم regular shape، وعندهم هن irregular surface لأنه في عندهم هن dendritic spines حكينا عنهم. اوكي بنجي للأكسون. الأكسون هي أول شيء هي single، يعني كل نيورون عنده بس one axon، مستحيل لو شو ما كان نوعه مستحيل نيورون عنده أكتر من axon، عنده one axon. ممكن تكون branched، اوكي هذا شيء تاني. فإذا هي single thin، يعني thinner than the dendrite، عندها constant diameter هيك ممتدة على طول واحد، مش انه مره بتعرض مره بتصغر مره هيك. اوكي arises from the cone shaped structure، هي سل من سل بادي، يعني هي مسميها implantation cone او مسميها الاكسون هيلوك. قلت لكم عنها بالرسمه، شفتوها انتم كيف هي مطرح ما نبلش الاكسون يعني. اوكي في عندها some ribosomes على حدودها على الاطراف اول شيء، يعني اول ما تبلش. but no Golgi apparatus no cell bodies. الانشال سيجمنت اللي هو فرجيتكم على اول سيجمنت، يعني من بعد الاكسن هلوك اول شيء يعني شقفه صغيره بيجي منه. كنت بتركن هو اول شقفه. كونتين نيورو فيلمنتس، في قلبه نيورو فيلمنتس وفي قلبه مايكرو تيوبولز. اما المين بودي المين سيجمنت في بقلبه نيورو فيلمنتس، في قلبه مايكرو تيوبولز، وفي بقلبه الميتوكوندريا، زيادة عليها ميتوكوندريا لأنه هودا حيساعدوني بإفراز النيورو ترانسميترز. أوكي الأكسون كان إمت قلت لكم عنها كولاترال برانشز اللي هن بيجوا على الأطراف، بس مش أكسونز، يعني هي عبارة عن وان أكسون بس ممكن يكون عندها برانشز على أطرافها بنسميه كولاترال برانشز. وآخرتها كمان في عندها برانشز بنسميه أكسونال أندينجز يلي آخرتهم في عندها النيورو ترانسميترز. أوكي هلا الأكسون ممكن تكون مايلينيتد ممكن لا، مش دايما مايلينيتد، يعني مشكلة مش دايما عنده هذا الشيء الأزرق فرجيتكم عليه، هذا الهون مش دايما حسب. هلأ بنشوفهم بعدين كيف مصنفهم. أوكي كده عن هيدا عن أكسونز. أوكي منجي هلأ للتايبس أوف نيورونز. في عندي أنا 4 تايبس أوف نيورونز. أول تايب اللي هو اليونيبولر، من اسمه يونيبولر عنده 1 يوني يعني 1 صح، فإذا هو عنده 1 بروسس. أوكي 1 بروسس هيدا اللي هي بريليتد لمين؟ للأكسون. معناته هو ما عنده دندرايتس. وين موجود هذا اليونيبولر؟ موجود عادة بيكون يعني كان موجود عندنا بالإمبريونيك ستيج، هلا مو غالبيا بيكون موجود هو على الفيرتيبريتس بس مش عند الهيومنز، ما كتير موجود عندنا، عادة بيكون موجود بالإمبريونيك ستيج. أوكي دوره شو؟ سنسري، يعني هو بيتلقى الهود الستيمولس ستيمولاي. أوكي تاني تايب اللي هو السودو يونيبولر، هذا أكيد موجود عندنا وعادة بيكون موجود بالسباينال جانجليا، حنشوفه بعد شوي حنحكي عنه إلا ما يمرق معنا مرة تانية. شو عنده سودو يونيبولر؟ يعني هو سود يعني شلنا هنيك مرة لما حكينا على بالأبيثيريا كلمة سودو، سودو يعني كذابي يعني فولس. أوكي يعني هو مبين عليه إنه هو يونيبولر بس هو يعني شوف شايفين أنتوا ستراكشر تبعه، شايفين كيف عنده هيدي السيل بادي تاعي طالع منها بس وان بروسس، بس وحدة شايفينها، وهيدي البروسس هي مقسومة لاثنين، وحدة على اليمين وحدة على الشمال.
فإذا هو عنده one process divided to two parts, عنده two prolongations. واحدة prolongation هي اللي علاقة بالدندرايت اللي مسميها dendrites, أوكي, اللي هي مسميها afferent prolongation, وعنده efferent بالE, efferent prolongation اللي هي مسميها الأكسون. أوكي, قلنا في عنا example اللي هو T neurons اللي موجودين بالspinal ganglia. شو دورون؟ sensory, يعني هنا بيتلقوا كمان اشياء, بيتلقوا stimulus او stimuli. البايبولر نيورون اسمه باي يعني اثنين, فاذا هي عندها كم processes؟ عندها اثنين, اوكي, وعاده بيكون elongated, هيك انه مدي, تخيل انتم في حدا عم يشده من هون وحدا عم يشده من هون, فصار كل النيورون صار ممدود elongated, فهيدي الالونجيشن فاذا بتعطيه خاصيه, صيروا من اشكال احفظوهم انتم الكاركترستكس. اول شيء عنده elongation, okay, it is elongated cell body with an elongated شو ال processes, وهن equal لبعضهم, واحدة للدندرايتس واحدة للأكسون. وين موجود؟ بالسيلز of the retina. هل عادة البايبولر بيكونوا شكلهم يعني هن new interneurons, interneurons بيكونوا موجودين بين two neurons. إذا مرقين بالترمينال على المصل مثلا, في مرق معنا example بالفلكشن والإكستنشن, interneuron موجود بين السنسير والموتور نيورون حتى يعمل, يا بيعمل inhibition يا بيعمل excitation حسب شو دوره. مهما هو بيكون موجود, ممكن يكون بالtwo neurons. في عنا آخر نيورون اللي هو المالتي بولر نيورون, اللي هو في عنده اسمه مالتي, عنده كتير أشياء, عنده كتير دندرايتس يعني كتير extensions للدندرايتس اللي هن البروسيسز, وعنا one axon, مش إذا مالتي عنده كتير axons, لا, عنده one axon بس هي ممكن تكون برانشت, أوكي, وهذا أكثر شيء موجود, يعني الموتور نيورون أكثر واحد موجود. شو دوره؟ يعمل هو موتور نيورون, يعني مالتي بولر نيورون عادة بيكونوا موتور نيورونز, يعني هن بيتلقوا المسج ريسبونس من سي ان اس, بياخدوه لوين؟ لعند ال يعني through the PNS لعند الافكتر اورجنز. اوكي, نجي هلا للتايبس اوف موتور نيورون. هذا حتى الموتور نيورون اخر واحد حكينا عنه بينقسم لتو تايبس. في عنا تايب 1 جولجي يلي هو بس انه بيكون تعرفوا انه عنده خصيتين, اللي هي انه عنده لونج اكسون, وعادة بتكون مايلينيتد, يعني معظم الأوقات بتكون مايلينيتد, أوكي؟ وعندنا تايب 2 جولجي اللي هو إنه بيعمل أسوشيشن, يعني بيربط النيورونز مثلا مع بعضهم, أوكي؟ بيكون عادة شورت وبيكون نوت مايلينيتد, يعني معظم الأوقات بيكون نوت مايلينيتد. هي الرسمة حكينا عنه. نجي هذا للجليال سيلز. مش قلنا في عنا تو تايبس أوف سيلز, حكينا عن نيورونال سيلز, نيورونز اللي هن النيرف سيلز. هلا حنجي على الجليال سيلز. عادة الجليال سيلز اللي موجودين بالسي ان اس بينقسموا لأربع أنواع. أول شيء شو هن؟ They are more numerous than the neurons, هن أكتر من نيورونز موجودين, يعني شوفوا قد النيورونز كتار, هن أكتر لسا منه. شو وين موجودين هن؟ موجودين بالفراغات بين هودي النيورونز, مثلا حوالين الإكستنشنز تبعيتهم, ممكن يكونوا لافين على النيورون حسب شو نوع على الجليال سيل, مو موجودين بيناتهم. يعني شو الفانكشن لهم؟ هذا الشيء بيعتمد حسب نوعه, بس إنه إجمالا يعني هن عندهم رول ديفنس, ممكن يعملوا سينثيسز للمايلين, حنشوفهم هلا بعد شوي, regulation of the neuron activity, ونيوتريشن بغذوها. They are different morphologically and structurally and functionally حتى عن النيورون. هاي رح نشوفهم هلا ونحكي عنهم وحدة وحدة, منظر بيخوف على السلايد بس يلا. الأستروسايت, تعرف شو يعني أسترو؟ أول شيء أسترو يعني هي العلاقة بالنجوم, أوكي, فمن اسمها لازم تحاولوا تحفظوا الكاركترستكس, حاولوا هيك ربطوا الأشياء بتسهلوا عليكم الحفظ. أستروسايت اللي هي شكلها مثل شكله شو؟ ستار شيب, يعني هي شكلها شكل النجمة. ليش؟ لأنه عندها كتير إكستنشنز. هي خلصنا أول كم كاركترستيك لها, أوكي؟ هي أكتر وحدة موجودة, الأستروسايت أكتر وحدة موجودة. أنتوا تخيلوا النجوم كتير موجودين بالسما, فإنه هيك يعني حاولوا ربطوهم بتسهلوا عليكم الحفظ, لأنه أنيمال هيستولوجي فيه كتير أشياء حفظ, فحاولوا سهلوا عليكم بهيك طرق. فإذا they are most numerous glial cells, شكلهم شكل ستار, ستار شيب سيلز, عندهم big nucleus, عندهم many specific gliofilaments. كيف نحن قلنا هناك في عنا neurofilaments بالنيورونز, هون عنا gliofilaments, أوكي؟ وين موجودين؟ موجودين بالسي ان اس, قلنا أصلا هودي كلهم أربعة موجودين بالسي ان اس. وين؟ around the blood capillaries وبين النيورونز. يعني شو وظيفتهم؟ بيغذوا, they are nutritive, أوكي, بيعمل بيغذوا النيورونز وبيعملوا لهم كنترول على الميتابوليك اكتيفيتي تاعولهم. في عنا سيلز نوع من الاستروسايتس بنسميه مارجنال استروسايتس, وظيفتهم شو يعملوا؟ مش وظيفتهم, خاصيتهم اللي عم بتميزهم يعني انه هن ذا سراوندد باي بيزل لامينا. فاذا هي اول سيل بتمرق معنا هلا سراوندد باي بيزل لامينا, اوكي, احفظوا مارجنال استروسايت. هلا الاستروسايتس ان جنرال بيقسموا لنوعين, في عنا الفايبرس وفي عنا البروتوبلازميك.
لازم يكون كتبيتهم هون يا حنقان. بلا الفايبرس والبروتوبلازميك. الفايبرس الاستروسايتس شو خصائص بتميزها عن التانية؟ حفظوا انتو الديفرنسز، دايما حفظوا الديفرنسز انه هناك هيك بيجي. مثلا بقول لكم والله الفايبرس عندها فيو فايبرز وعندها اياهم ثيك، هذا الشيء غلط، هذا للبروتوبلازميك مش للفايبرس. اوكي، فاذا شو خصائص الفايبرس تعالوا نشوفهم. اول شيء هن وين موجودين؟ بالوايت ماتر، انتبهوا بالوايت ماتر، وهي عندها كتير فايبر كتير فيبرلز و they are thin رفاع اوكي او fine فينا نسميهم يعني اوكي. participate with the endothelial cells to form the blood brain barrier. blood brain barrier هذا مش الدم عادة بيوصل للبرين حتى يعطي اكسجين ويعطي نيوترينس وهيك، بس لازم يكون في barrier. بلكي كان في هذا الدم مثلا في toxic substance او مثلا في شيء pathogen ما بدنا نحميه، فبصير عنا هون blood brain barrier. هيك نبذة هيك على السريع عن الفكرة عن blood brain barrier قصدي. اما البروتوبلازميك عكسهم، اول شيء موجودين بالجراي ماتر البروتوبلازميك وعندهم thick fibrils او extensions يعني، وعندهم يهون فيو منهم كتار. اوكي، نجي هلا للأوليغودندروسايت. المين فانكشن للأوليغودندروسايت ان هي شو؟ تعمل سكريشن للمايلين اذا كانت موجودة بالوايت ماتر. اما بالجراي ماتر فهي وظيفتها بتصير نيوتريتيف. اوكي، يعني ما كتير موجودة بالجراي ماتر، بالوايت ماتر بتكون موجودة أكتر. ليش؟ لأنه وظيفتها تعمل مايلين، والوايت عادة نحفظوها المايلين لونه أبيض، فلما يكون بالوايت يعني لازم يكون فيه مايلينيتد نيورونز. فذا اللوكيشن تقوله هو قلنا around the axons. هلا بقولكم ليش الفانكشن تقوله تعمل secretion أو production المايلين، مايلين شاثي يعني حوالين النيورون. الستركشن تقوله هو منو start shape، لا عنده extensions أوكي بس منو start shape، والextensions تقولتها fewer than the astrocytes. كيف بتعمل مايلينيشن للنيورون؟ شو بتعمل؟ بتقوم هذا النيورون مثلا، خليني ارسم لكم اياه، مثلا هذا هو النيورون اوكي، بتقوم هي بتلف عليه، بتلف عليه البلازما ممبرين تاع الشوانس. شو فوسفوليبيد باي لاير؟ هيدا الفصل عني انا اللي هون شو يعني، هي والبلازما ممبرين عمليا هو اللي لف على النيورون، لما لف عليه عمل لي هذا الفوسفوليبيد باي لاير، فهي تعتبر يعني ليبيد، لهيك بنسميها ليبوبروتين. المايلين عاده بتكون طبيعته ليبوبروتين اوكي، بس هيك بتلف على فهي بسمي لي بتعمل لي الماينيشن. مثلا كذا اكسون وحده شوانسر بتلف من هون يعني اكستنشن بتلف من هون اكستنشن بتلف من هون على النيورون الثاني اوكي، هيك بتعمل ماينيشن. نجي لتاني تايب اللي هو المايكروغليا. حفظوا مايكروغليا مايك مثلا مثل الميكروب يعني له علاقه بشيء بالفيروسز بالانفكشنز. فالمايكروغليا هي وظيفتها شو؟ تعمل فاجوسايتوسيس، يعني هي مثل الماكروفاج بس موجود وين؟ بالنيرف سيستم اوكي. يعني هي شو ما يصير عندي انفكشنز، يجي فيروس يجي بكتيريا تقومي دغري بتنقض عليه وبتتخلص منه يعني. فالفانكشن تاعولها هو فاجوسايتوسيس when the CNS is damaged، يعني تعرض ل او مثلا شي خليه ماتت او مثلا شي نيورون ماتت يعني، او مثلا تعرض لشي انفكشن، فهي بتكون بتقوم دغري بدوره. دراف من وين؟ الميزنكايم، يعني جاي هي من الميزنكايم. وكيف شكلها؟ هي سمول صغيره والونجيتد ممدوده مطه وعنده one or more extensions أو branch extensions. أوكي، آخر طيب اللي هو الأبندايمال سيلز. الأبندايمال سيلز وصفتهم الأساسية إنه شو يعملوا؟ secretion للcerebrospinal fluid CSF cerebrospinal fluid. شو وظيفة هذا الفلويد؟ بيعمل exchanges أو اللي هي كمان تتدخل منهم يعني، بيعمل exchanges للnutrients between ال CNS يعني وال outer connective tissues يعني حتى يغذي البرين وهيك. أوكي، خلينا نقرا هون. اول شيء وين موجودين؟ خلينا نحكي وين موجودين. هنا موجودين بالفنتريكلز تاع البرين اوكي، سيريبرال فنتريكلز، وبالابندايمال كانال بقلب سباينال كورد. الابندايمال كانال هو هذا اللي بالنص، السنترال كانال اللي جاي بالسباينال كورد بنصه اوكي. they are simple ciliated cubic epithelial cells، يعني هن عباره عن طبقه وحده من كيوبويدال سيلز، ممكن يكونوا بريزمك اوكي، وهن عندهم سيليا من فوق. وين السيليا حيكون موجود؟ ما حدا يقلب بالبيزل لامينا، بالبيزل بول اكيد موجودين على الابيكال بول، فزناها هند من درس الابيثيريال صح، موجودين هنا على الابيكال بول، وفي عنده شوي مايكروفيلاي. نجي هلا لسي ان اس بارينكايما اللي هو كيف انا مقسم سي ان اس، مقسم لجراي ماتر ولوايت ماتر، وهن موجودين بالبرين والسباينال كورد بعكس بعض. كيف قصدي عكس بعض؟ يعني بالجراي ماتر مثلا بالسباينال كورد بتكون موجوده من جوا بالنص بالانر بارت اوف ذا سباينال كورد، اما بالبرين بتكون من برا اوكي. الوايت ماتر بالعكس، بالسباينال كورد بتكون موجوده من برا وبالبرين بتكون موجوده من جوا، يعني بالطبقه الجوانيه الانر بارت اوكي.
الجراي ماتر هي ريتش ان بلاد كابيلرز، كمان الوايت ماتر فيها بلاد كابيلرز اكيد. الجراي ماتر فيها السيل بوديز تاع النيورونز، وفيها الانيشال الانيشال اند تيرمينال بارت اوف ذا اكسون، وفيها دندرايتس. اوكي وما بنلاقي وسوري بنلاقي فيها ساينابس، هي كمان بنلاقي فيها ساينابس. يعني الجراي ماتر فيها ساين بلا فيها ساينابس، فيها سيل بوديز تاع النيورونز وحتى دندرايت سايت، وممكن نلاقي انتر النيورون مثل ما هو موجود فيها. اوكي وعادة شو بيكونوا؟ نحن قلنا شوي الأوليغودندروسايتس هن اللي بتفرز مايلن. طب هون جراي ما لونه أبيض، يعني لازم ما يكون في كتير مايلن، يعني مين حيكون موجود هون أكتر؟ الأستروسايتس أكتر من الأوليغودندروسايتس. أوكي بس أكيد في أوريغو، في أوريغو بس مش يعني ما هو وظيفة تعمل مايلن. يعني بالوايت بالوايت ما تعكسهم، كل شي حكينا هنيك عكسه. أول شيء هن present in the بالنهاية بنحنا بالسبانر كورد من برا، بالبرين من جوا. شو وظيفته؟ شو اكثر شيء موجود بالوايت ماتر؟ هو عن موجود فيه المايلينيتد نيورونز، اسمه وايت يعني ابيض، وتخيلوا انتم المايلين لون هيك اصفر على الابيض هيك فاتح. اوكي فهو عم يعطيها الوايت مثلا. اوكي فاذا فيه مايلينيتد اكسونز تاع النيورونز جروبت ان بارلل، يعني هن مثل باندز مثل ربطه البقدونس مثلا هيك ان بارلل مع بعضهم موجودين. Between the axons بنلاقي نحن الأوليغودندروسايتس بالذات، بنلاقي أستروسايت أكيد في أستروسايت، ما هي الأستروسايت دورة شو قلنا؟ تعمل نيوتريشن. بس كمان بنلاقي بالذات أوليغودندروسايت لأن هي حتعمل مايلينيشن للنيورونز. أوكي؟ وبنلاقي البلاد كابيلرز أكيد. وانتبهوا إنه ما في عندي ساينابس، فإذا بالوايت ماتر ما عندي ساينابس، بالجراي عندي ساينابس. نيجي لآخر فكرة بس يعني أصل هي ما ننجز، ما مطلوب منا نعرف غير هيدي غير هيدي الجملة يعني. المانجرز هي عبارة عن connective tissue يعني associated with epithelial cells لحتى بيعملوا surrounding لل central nervous system لحتى يحموا لي إياه. مقلّا فيهم ثلاث طبقات اللي هن الدورة سيل الدورة ماتر الأركينود ماتر والبيا ماتر، مش مطلوب إن نعرف من غير هودي بس هالمعلومات. أوكي هلا في كمان في part synapse كمان التغسل. الساينابس تعرفوا انتم مثل ان هي عباره عن نيورون عامل ساينابسينج مع نيورون تاني، بينزلوا النيوترون ترانسميتر ويا بيعمل ديبولاريزيشن يا هايبر بولاريزيشن حسب، مو من غير السنه. اوكي نيجي هلا بالبريفيرال نيرفس سيستم يلي هو البي ان اس، وين موجود هيدا؟ اطراف البادي لنا، يعني هذا برا سوري برات السي ان اس. اوكي كومبوز اوف شو؟ بريفيرال نيرفس قلنا هون عندنا 31 سباينال نيرفز وعندي 12 كرانيال نيرفز. اوكي من الاوبتيك تاع الهير اتسترا، المهم نحن عندنا هود العدد بدكم تحفظوهم. في بقلبه كمان نيرف جانجليا حنحكي عنهم، نيرف اندينجز اللي هن اخرتهم للنيورونز يعني اخر النيورونز او اخر الاكسنز ولوين رايحين. وفي عندنا جليال سيلز. اوكي عاده البريفيرال نيرف سيستم بيكون فينا نقسمه حسب ممكن هود يعني هو مؤلف من نيرف فايبرز. هود النيرف فايبرز ممكن يكونوا مايلينيتد او لا، ممكن يكونوا سنسوري او موتر. اوكي في اسمه يعني في هون الانواع. لنحكي عن الجليال سيل اول شيء لانه ما في غيره الشوان سيل، يعني شو وظيفه الشوان سيلز؟ اول شيء هو موجودين قلنا بالبي ان اس، موجودين حوالين النيورونز حوالين الاكسنز تاع النيورونز. قلنا نحن البي ان اس معظمهم هو عباره عن اكسنز ممدودين، يعني السيل بادي تاع النيورون هيدا موجوده بالسي ان اس بس الاكسون طالع على برا على البي ان اس. اوكي شو الفانكشن للشوان سيل؟ يعني المين فانكشن تبعها تعمل برودكشن للمايلين. كيف انا عندي من شوي شو قلنا بتعمل مايلين بالسي ان اس؟ شو اسمه قلنا؟ اسمه اوليغودندروسايت. هون اسمه شوان سيل، بالبي ان اس الشوان سيل هي تفرز المايلين. انتبهوا لهالديفرنس. اوكي فاذا وظيفتها الاساسيه تعمل برودكشن فور اوف ذا مايلين، كيف تعمل برودكشن؟ نفس فكرة الأوليغودندروسايت، بتلف حوالين الأكسون تعمل يعني هي الممبرين تعولها البلازما ممبرين تعولها، هو مش فوسفوليبيد باي لاير هو الليبوبروتين. أكيد فوسفوليبيد باي لاير أكيد فيها بروتينات، في انتيجرال بروتينز هو أخذينه بالسيتولوجي. فإذا كمان هي عبارة عن بتعمل مارينيشن، ممكن يكون عندها دورة نيوتريشن إذا ما كان إذا ما كان دورة تعمل مايلين مثلا في أكسون هذا ما لازم نعمل له مايلين، ساعتها بيصير دورة هون نيوتريشن. أوكي عندها فاجوسايتك رول وممكن تعمل هي بتساعد بالرينيوبل للاكسن. صح ما حكينا احنا على هون بالستم سيل، منيح تذكرت ستم سيلز وين هو هون لازم يكون هيها. نحكي هون عن الرينيوبل اوف ذا نيرفس اوف ذا نيرف سيل.
عادة نحن مثل من شوي قلنا بتطرف احكي مثل من شوي قلنا انه النيرف سيلز او هن النيورونز ما قادرين يتجددوا صح، بس مش يعني في بعض النيورون مش بعض النيورون سوري بعض السيلز بالنيرف سيستم قادرين يعملوا رينيوبل اوكي، فبيكون عنده هن ستام سيلز بس هيك مش اكتر، بس كان نيورونز هيك ما بيتجدد خاصة اللي مات مات. نرجع لهون كنا عم نحكي اوكي قلنا في عندهم فاكوسايت كرول اوكي حكيناهم. البلازما ممبرين تعوله محاط ببيزل لامينا، حليت هلا كم سيل مرقوا معنا بحاطين ببيزل لامينا؟ اثنين، هيدي الشوان سيل وفي عنا المارجنال استروسايت حكيناها بالاستروسايت هون بالجليا سيلز اتركن عنا يا حي. اوكي نرجع للسلايد هيدا اوكي شوفي بقى الشوان سيل بعد اوكي فيها كل الاورجانيز ميتوكوندريا جولجي اباراتس نيوكليس اتسترا فيها اليوجوال اورجانيز نحكي عنه دائما الديفايدز يعني هي بتكتر حالها بالعدد حسب طول الاكسون، كل ما كان الاكسون طويل ما هي ليكو عندكم هذا اكسون بدها تلف عليه، تخيلوا هون مثلا هذا اكسون هالقد طوله بتلف عليه، تخيلوا الاكسون هالقد طوله كم شوان سيل معقول يقعد عليه خمسه شوان سيلز؟ لا بتقعد عليه مثلا اثنين فرضا، فكل ما طول الاكسون هي بتطول تعمل ديفيجن وبتطول حالها بتكتر حالها بالعدد حتى تلفه اكثر. الانترنود حكينا عنه بالرسم، الانترنود هو عباره عن المسافات يلي بتمين ان هو الجزء of the axon يلي يعني ما انه محاط بمايلن. خليني افرجيكم اياه على الصوره، شفتوا هودي هودي الصفر اللي هون هودي هن يلي هون نود اوف رانفير، الزرق هن الانترنود يلي فيهم مايلن يعني سوري غلطت ان فيهم مايلن لازم يكون the portion of the axon that is surrounded by a myelin بلا باي شوان سيل يعني هو مايلن مايلينيتد اوكي البارت الازرق. نجي للفاريتيز اوف نيرف فايبرز، شو الفرق يعني في عندي نوعين انا عندي المايلينيتد بعدها هلا قايلين والامايلينيتد، المايلينيتد هن عندهم مايلين يعني سراوند عندهم مايلين شيث شيث يا ربي اوكي ذي ار مونو اكسنال. مونو اكسنال يعني انا عندي الشوان سيل ليكو كيف اكسن وحده في عليها شوان سيل لافيتا، الاكسن جاي بنصها للشوان سيل بنصها يعني هي الشوان سيل مثل ما هي لافيتا كلها اوكي يعني لافع كل الاكسن وهي بتجي مونو اكسن يعني بس يعني كل شوان سيل لفت لوان اكسن اوكي مونو اكسنال they contain single myelinated axon اوكي قلناها هلا associated with a sequence of شوان سيلز يعني انا هون عندي هيدي مثلا هيدي وان اكسن محاطه بكذا شوان سيلز اوكي بس جاي بنصها الاكسن جاي بنصها هيك هون قايله سنترالي اوكي سنترال لازم تكون سنترال. فإذا شوان سيلز ار رابت حواليها قلت لكم كيف تعمل ماينيشن بتلف حواليها البوشن قلنا هو النقط اللي فاجئتكم عنها بالصوره الزرق هن عباره عن شو عن انتر نودز اوكي والفراغ يلي ما فيه ماين بنسميه نود اوف رانفير. الماين هو شو حنعرف اخر شيء الماين بس انه عرفوا انه هلا هو عباره عن ليبوبروتين وهو عباره عن الممبرين تاع الشوان سيل. الامايلينيتد اكسون هن they are poly axon مش يعني poly axon يعني عندها كذا axon لا هي عبارة عن one axon بس قصدن هون الشوان سيل لف كذا axon يعني أنا عندي هون مثلا هيدي الشوان سيل طالع منها مثلا extensions اعتبروا هيك تخيلوها هيك اوكي هلا أنا عم ارسمها غلط بس انو تخيلوها هيك حتى اسهلكم الفكرة. هودي ال extensions بكل وحدة في عنا axon اوكي فإذا ال axon وين موجودين هون على peripheral part of the شوان سيل بال extensions طولتها بال invaginations طولتها اوكي هن ذا ار يعني هن اتاشت لهودي الانفاجينيشنز باي بريدج مثل بريدج يعني بنسميه الميزاكسون اوكي الميزاكسون. شو بعد في هلا كل هيدي الفايبر كلها محاطه ببيزل اصلا قلت لكم اياها مره قلت لكم اياها هون وين هي هون هي عندها بلازما ممبرين اوكي. بنجي هلا للاورجنايزيشن اوف ذا نيورون للنيرف هذا العصب يعني عنده كيف نحن حكينا بالمصص انه في عنا الابيميزيوم والباراميزيوم والاندوميزيوم نفس الشيء عندي هون بس هون بقول ميزيوم هون بقول شو نيوريوم الريتد للنيورون هيك تخيلوه اوكي نفس الشيء الابي نيوريوم ابي يعني فوق فاذا اعلى شيء الابي نيوريوم اللي هو شو بيعمل لي سراوندز ذا شو النيرف مثل ما هو النيرف العصب مثل ما هو محاط ب كونكتيف تشو بنسميه ابي نيوريوم اوكي هو بيجمع لي الباندز يعني هن بيجمع لي الفاسيكلز مع بعضهم الفاسيكل هذا هي جروب اوف نيورونز يعني اوكي الباري نيوريوم
هو مثل كمان هو عبارة عن كونكتيف تيشو بيحوط بيحيط بصوري بضغط فحكي بيحيط بالبندل اوف نيورونز يعني بيحيط بفاسيكل يعني بيحيط بجروب اوف نيورونز. يعني تخيل عندكم ربطة بقدونس مثلا اوكي او ربطتين كل ربطة هي عبارة عن فاسيكل الربطتين ما بعده عملوا لي نيرف عرفتوا كيف هن ذي ارينج ان بارالل هيك تخيلوا بتسهل عليكم الحفظ. الاندوميزيوم بيحيط بكل انه بكل نيرف فايبر اوكي هو عبارة عن لوز كونكتيف تيشو. نجي للجانجليا. الجانجليا اول شيء هي وين موجوده؟ الجانجليا موجوده عاده حسب نوعها طبعا اوكي هلا نحكي عن انواع بلا ما اقول شو موجوده. شو من شو مؤلف الجانجليا؟ مؤلف من سيل بوديز اوف نيورونز ممكن يكون فيها نيرف فايبرز اخرتهم يعني او اوليتهم او اخرتهم بس مش مثل ما هي قلنا النيرف فايبرز عاده بيكونوا موجودين بالنيرف بالبي ان اس عم نحكي وفي بقلب بلاد كابيلاريز اوكي. هلا هيدي الجانجليا grouped in stroma مجمعين بستروما of the connective tissue يعني و surrounded by شو اسمه by a fibrous layer اوكي او fibrous envelope. بقلنا في من two types في عنا sensory ganglia وفي عنا autonomic ganglia او اللي هي بنسميها vegetative ganglia. sensory ganglia اللي هي وين موجودة؟ موجودة بال posterior part of the nerve the spinal nerve يعني السباينال نيرفز مش مجذرين بالسباين بالسباينال كورد اوكي. هذا السباينال كورد اذا انا قطعته وطلعت عليه يعني هو سوري البوستيريال سباينال نيرفز اذا طلعت عليه بلاقي فيه اوريتون جانجليا بنسميه سنسري جانجليا اوكي. ممكن اذا كانت موجوده اذا كانت موجوده بالبرين ساعتها بتكون موجوده بالترنك اوف ذا كرانيال نيرفز بالترنك طولهم بنسميه كرانيال جانجليا. شو مؤلفين هودي الجانجليا؟ مؤلفين من سيل باديز of the pseudo unipolar اتركوا حيجي عمرق معنا pseudo unipolar تذكروا هذا اي واحد هذا اللي بيجي شكله مش حرجع على الصورة بيجي شكله هيك 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 اوكي. هون هذه السربات هي موجودة بقلب الجانجليا هودي مش موجودة بقلب الجانجليا انتبهوا اوكي. وما فيهم ساينابس عادة سنسري جانجليا ما فيهم ساينابس اصلا بس موجودين السرباتيز فكيف بده يكون فيها ساينابس؟ وعادة ساينابس بتكون بين نيرون ending of the neuron واولية نيرون تاني اوكي. اما الاوتونوميك جانجليا فهن they are associated with the autonomic nervous system. autonomic nervous system يلي هو كل شيء خاصه بالinternal organs يعني بيعمل control internal organs مثلا عادة يعني اكتر يلي بيكون موجود بالsympathetic chain. sympathetic يعني هو ال يعني مثلا انا فرضا لما اشوف اسد مش دغري بفزع وهيك كله هيدا بنسميه sympathetic nervous system اوكي. بعتد اختوهم بالاناتومي اختوهم بالاناتومي and in the walls of the organs اللي هن هن كلهم علاقة بالautonomic nervous system. بهنا نعرف انه هن موجودين بالautonomic nervous system اوكي. they contain the cell bodies of the multipolar vegetative peripheral motor neurons. فازو مش انه multipolar هن عبارة عن motor فازا هي multipolar motor vegetative من اسمها لان هي اسمها vegetative ganglia فخلص هل اسمها vegetative neurons يلي يعني موجودين فيها و peripheral لان هي بالPNS ما موجود بالCNS اوكي. وعندنا بنلاقي كثير سينابسز بين ذا نيورونز فاذا احفظوا الديفرنسز اهم شيء احفظوا الديفرنسز لانه بيجي مثلا ولا سنسري جانجليا فيها كثير سينابس هذا شيء غلط اوكي. فانا لازم نكون ما كان ديفرنسز سنسري جانجليا ما فيها سينابسز مؤلفه من السيل باديز تاع السودو يونيبولر نيورونز وين موجوده؟ موجوده بالسباينال نيرفز على اوريتون اوريت السباينال نيرفز بنسميها سباينال جانجليا او على الترانك تاعت الجانجليا تاعت الكرانيال نيرفز بنسميها كرانيال جانجليا. اما بالاوتونوميك جانجليا فهي عندها كثير سينابسز مؤلفه من شو؟ من سيرباتي تاع المالتي بولر نيورونز واللي هن موتور نيورونز يعني. وين موجوده؟ موجوده خاصه بالاوتونوميك نيرفز سيستم اوكي. نيجي لقبل اخر سلايد يلي هو النيرف اندينجز. عندنا نوعين في عندنا الافيرنت يلي هن بيتلقوا معلومات ستيمولس مثلا انا خبطت ايدي هذا ميكانيكال بريشر ميكانيكال ستيمولس مثلا حرقت ايدي هذا ثيرمال ستيمولس اوكي هن بيتلقوا المسج يعني. الافيرنت بالاي بالافيرنت هن شو دورهم يعطوا الريسبونس يعني اوكي ساتش از او يعني بمرقوا مثل حكينا عنه بالدرس المسل سيلز نيورو ماسكولار جانكشن لما اجى نيورون هيك ونزل النيورو ترانسميترز الاسيتيل كولين وعمل له يعني بدل شي فرز سي اي 2 بلس هاي كل الخبريه هذا هو نيورو ماسكولار جانكشن عندما بيكون موجود اوكي.
نجي اخر شيء للمايلين. شو هو المايلين لنعرفه؟ المايلين ان بي ان اس انفرز الا بشو بينفرز بالشوان سيلز، اما بالسي ان اس انه بشو بينفرز بالاوليغودينوسايتس، انه بتلف عليها وبتعملها انه بتفرز عليها بتفرزها شو اسمه بتفرزها المايلين يعني بتخليها يصير عليها مايلين. يا ربي مش تفرز لها، هي اصلا بلازما مبرين تاعت الشوان سيل الاوليغودينوسايت. فاذا المايلين بالبي ان اس هو عباره عن شوان سيل لافه على النيورون، اما بالسي ان اس هي عباره عن اوليغودينوسايت لافه على كذا نيورون. اوكي عامل اكستنشنز لكذا نيورون. المايلين هو شو؟ هو جود الكتريكال انسوليتر، يعني بيمنع وصول الكهرباء، فبتصير الكهرباء بتنطنط فبتقطع، يعني بصير الفيلوسيتي اسرع له وبتقطع مسافه اكثر واسرع بوقت اقل. اوكي فاذا هذا بيعمل رابيد كوندكتيفيتي للنيرف امبلس. هلا من شو مصنوع المايلين؟ مصنوع من هو من قلنا من ليبوبروتين، لانه هو نحن بنعرف بلازما ممبرين هو عباره عن ليبيد، مين ليبيدز في بقلبه بروتينز، فاذا صار ليبوبروتين. اذا كان بالسي ان اس عاده بيكون البروتين اقل، سوري مش اقل، الليبيدز بيكون بالسي ان اس اقل من البي ان اس. يعني ليك هون نسب الليبيدز بالسي ان اس قد ايه؟ 70%، اما بالسي ان اس هن 80% اكثر. اوكي بس هيك بدكم تعرفوا. هيك ممكن خلصنا هيدي المادة خي وموفقين حبيباتي.